متأسف. اخ عليك سيبت مفصلي. فتح عينك تاكل ملبن. في حاجة؟ كوستو واتنين من رجالته قاطعين علينا. عارف ولا يهمك. متأسف لتاني مرة. بص بنتي خرجت من الكابينه. يلا بينا لازم نتمهز. اتقل النهار لعنين، اي حركه دلوقت هتكشفنا. تمام تمام. امال امتى ساعه الصفر؟ بالليل قبل اسطنبول بسنه صغيره. تمام ايوه تمام. أخيراً هنوصل على تركيا. تعالوا بصوا معايا، بعد نص ساعة هنعدي من بوغاز تشاناكالي، أقرب مكان للشط. ده اللي هنسلم فيه البضاعة؟ رجالتنا هيكونوا منتظريننا في قارب صغير ولابسين زي الصيادين. هنرمي لهم البضاعة في البحر. تمام؟ تمام. كاسم بيه طالب شمبانيا، عامل ليلة أنس. أول ما يخرج الجرسون من عنده نروح نشرب كاس في صحته. تمام؟ تمام. لحظة من فضلك. حاضر. هنوصل اسطنبول الفجر، يعني كوستو ما ظهرش لغاية دلوقتي. ما تستعجلش على رزقك دلوقتي. طب مش جايز يكون غير رأيه؟ عشان إبليس في الجنة ده يبيع عمره على المجوهرات دي. ها وصل. هاتي هاتي. الشمبانيا اللي طلبتها سعادتك. ياي شمبانيا. مزاجي اقدم الشمبانيا دي بنفسي. حاضر. في صحة ايام اسطنبول السعيدة اجمل بلاد الشرق. طبعا سمعتي عن ايا صوفيا وتوبكابي؟ سمعت انها اماكن جميلة. جمال فوق الوصف.
مش من رأيك انه الاماكن دي تستاهل الزيارة؟ ايوه يا فندم، اللي ما يزورهاش كأنه ما شافش الدنيا، خصوصا اذا كان الواحد غاوي مجوهرات. اي خدمة تانية يا فندم؟ ما حدش يزعجنا. امرك يا فندم. في صحتك يا حبيبتي. في صحتك يا حبيبي. مش هنطول عليكم، هناخد المجوهرات ونمشي لحسن تاخدي برد يا مدام. مش فاهمة. احنا جايين نخدم، عندنا مشروع مفيد للطرفين، انتم تقبضوا التأمين واحنا ناخد المجوهرات. فين المجوهرات؟ امركم جوه الضرفة دي. حياتي غالية قوي، عملت عين العقل. الدرج فاضي. ها؟ ايه الحكاية؟ الدرج فاضي. انت مستخف دمك ولا ايه؟ الله، في عند المركب عدي ولا شفنا شنطة ولا حاجة. ما ده يكون الخواجه ما توفاش في الشغلانه. بص اسكت، متهيألي واحد عايم في الميه وجاي علينا. الله، بص ملح وداك اهو قد هناك. اقطع دراعي ان ما كانش الراجل ده بعت الخواجه بالبضاعه. هناك. بص اهو. ما تخافش يا اخ، احنا مستنيينك من بدري، احنا بتوعك. هات ايدك، يلا اطلع. يلا. اشرب لك بق يدفيك. قول لي حصل ايه؟ ما تخافش. اصل المكه كان عالي قوي، فالخواجه خاف على البضاعه، بعتها معايا. خليها معايا. خواجه تعرف مكه؟ اتفضل. ايه حصل ايه؟ جت اشاره ان راكب اختفى من الباخره اوروبا في منطقه شناك كالا. ويهمه ايه البوليس الدولي لو واحد من الركاب يضيع منهم في السكة ولا في البحر؟ الراكب ده سارق مجوهرات بنص مليون دولار، وادي الاشارة اهي. ايه؟ فين؟ مين؟ بلغ جميع المراكز من شرق قاع اسطنبول، اشارة لكل الاقسام، راكب اختفى من الباخرة اوروبا. احنا رايحين على فين؟ على اسطنبول نسلم البضاعة للخواجة. ما انت منين يا اخويا؟ ها؟ اصلي من هنا، مولود في ازميت. هزل. انا هنط بالشنطة وبعد التفتيش تقابلوني. فات الميعاد يا حدق، اثبت مطرحك. استنى. اوراقك من فضلك.
يلا دوس بنزين. ألف ومئتين وستين ليرة إيراد النهار، يكتر خير الدنيا. دول حيروحوا البنك بكرة. أنا خلاص شبعتي من الدنيا، ما بقى ليش غيرك يا سلمة، أنت وبنتي نجلة، كله حيعود عليكم. كفاية شرب، ده بيزود الضغط. صحتك عندي بالدنيا يا حياتي. انت بتدلعيني وبتداديني وبتراعيني وحياتي. ما انت دلوع كمان، عامل زي العيال الصغيرين. خد الدواء يلا وحياة سلمى. شاطر. بوس بوسة بس. حاضر بوستين. يا راجل كفايه بقى. الله سيبني. ليه تلوعيني؟ شعوتك دي بتزود الضغط. تصدف الضغط. اشوف مين اللي هيجي لنا واخر كده. سيبك منه، خليه يحل عنا. زباين اخر الليل يبقوا لقطه يا راجل، ليه نقطع رزقنا بايدينا؟ عندك حق يا ست الكل. نعم، عاوز ايه؟ عاوز اكل لقمه واشرب كاس. ما كانش يتعاز، فوت علينا بكره. خلينا اخش. ايدك. اي اما تلم صحيح، مين اذنك تخش؟ الجوع كافي. ما باليد حيله، شطابنا يا استاذ. الله، انت رايح فين؟ مش سامعني ولا ايه؟ معلش انا هدعبس على اي حاجه. ما هو ما تتعبش نفسك، ما فيش حاجه تتاكل. اتفضل برا. انت بتعمل ايه يا اخي؟ رايح فين؟ تعال هنا. عايز ايه؟ ما تقول. اللي فايد من الزباين. رميناه للكلاب. اللي فايد من الكلاب كلته القطه. يا سلام. بتكذبي عليا ليه؟ ما الخير كتير اهو، ولا ده شايلها للزباين اللي عليهم العين؟ ايه الرزاله دي؟ ده اكل مش مملح، مخصوص عشان جوزي. الله يا سلام. ادفح يلا اوام وادفع الحساب وورينا عرض كتاف. لكن انا احب استطع اكل لقمه واشرب وراها بق، ادي اللزق. يا اخي انا نعسانه، عاوز انام. يا سلام، صوتك حلو. نقص المزيكا واسمعك بتغني، تبقى السهره كملت. الله، ايه الجراءه دي؟ يا سلام، عندك اسطوانات حلوه قوي، وريكوردر كمان. عارف لو صحيت جوزي هيجيب خبرك. جوزك ده بخته من السما، ده لازم فنان ذوقه جميل في المزيكا وفي الستات كمان. عارف ينقي صحيح، وش زي القمر وعيون زي الغزلان والجسم على المخرطه. تعرفي ترقصي؟ اخرس، انا ست محترمه. الرقص مش عيب، انا بحبه قوي وبحب كل ست بترقص. كفايه كده، هات الحساب بقى وتفضل بره من غير ما ترد. وايه رايك اني مفلس؟ طيب هجيب لك البوليس. ما تعمليش كده، انا هدفع لك بس لما اخلص سهرتي. القعده حلوه معاكي. انا حنادي على جوزي. مظهر يا مظهر.
جفنه علم الغزل يا حبيبي الروح يا أنس الجمال. انت وقفت الغنوة اللي بحبها لي. تعال شوف التلقيحة دي. ماله؟ قال مش عايز يدفع الحساب. ياما في الحبس مظاليم. هو الواحد مش ياخد قعدته لحد ما ينبسط وبعدين يدفع؟ عداك العيب، الزبون دايما على حق. دوري لي الغنوة بتاعتي تاني يا ستي. انا رزق وجنة، انت اطلع ارتاحي وانا هسهر معاه. انت غاوي فن قديم. امال فن قديم ونبيت معتق واللي ملوش قديم؟ ملوش جديد. اشرب معايا بقى. لا عافيني. على حساب؟ انا تحت امرك. انت هتشرب تاني؟ الزبون عايز كده. انت هتطلع معايا على فوق ولا اقفل الاوضة؟ العفو والسماح يا زين الملاح. تشكر. علم الغزل الست بتاعتي دي ست مجدع، لكن يا خسارة بتديني النبيت بالقطارة. لازم خايفة على صحتك. صحيح، اصلها بتحبني قوي قوي مع اني بقيت راجل عجوز. يا راجل ما تقولش كده، الدهن في العتاقي والست الصغيرة ترجع للراجل شبابه. يا سلام عليك ولد، ده انت دخلت مزاجي بصحيح. في صحتك يا جميل. في صحة الست سلمى، ده احنا بنشرب في صحتك. العربية دي فيها حيل تمشي؟ دي من سنة سيدنا نوح. أبي يا طيب طيب طيب. صباح الخير يا ستنا. صباح الخير. هو الراجل ده لسه متربس لنا هنا يعني؟
وانت هسيبه يروح فين بعد نص الليل؟ بكره يا ما هتندم على انك دخلت في بيتك واحد من السكه ما تعرفوش، لا له اصل ولا فصل. ده جدع ابن حلال وقلبي ارتاح له قوي، ده بيحب الفن القديم. قصر الكلام، خدت منه الحساب؟ هو قاعد معانا، هيروح فين يعني؟ طب يلا قوم خش الحمام، خلينا نشوف شغلنا. ومين اللي هيدعك لي ظهري بايديه الحلوه؟ وماله ظهرك؟ بيوجعني. ما هي الخمرة دي اللي انت بتشربها هي اللي بترجع لك الروماتيزم. يلا قوم خش الحمام. لكن ايديك الحلوة هي اللي بتسيح لي الروماتيزم. طب يلا يا حلته قوم، يلا يلا. هات يا اخي، انت بتغسل كرشة؟ ايه بساعدك. ايه 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 يا لالي يا لالي يا لالي يا لالي امان. لمسة ايديك الحلوة ترد الروح، صوابعك حرير. حرير بس يا خسارة، عريانين وسقعانين مفيش حاجة تحليهم. هجيب لك جوز هندي يلمعهم ويلملمهم و يا ما جاب الغراب لأمه، بقى أنا اللي شايلة شغل اللوكان ده كله على دماغي، تتعطف وتتحنن وتجيب لي شوية زيت. هجيب لك خدام علشان يخف الشغل عن ايديك الحلوة. هو كلام بتقوله وتنساه، زي ما نسيت تجيب لي الخاتم في عيد ميلادي. وغلاوتك عندي، لا جيب لك لبن العصفور. هو كمان شوية. يا جماعة اللي هنا، الله مفيش حد هنا يخدم علينا؟ أمال فين جميل جمال؟ لازم نايمة في العسل. جيالك أهو، ما توطي حسك شوية، انت فاكر نفسك فين؟ في طابونة؟ في الصالة اللي كنت تشتغل فيها. هشك هشك، كان ايدك لكسرها اوعى. شوف يا اخويا، كنا بجرة وخرجنا لبرة، ما كنت بتترمي على يسوى واللي ما يسواش. الحد هنا كفاية، قوم من هنا ولا اندهلك مظهر جوزي. والله يا عال وزنبه ايه علشان اطمرك رقبته؟ بقول لك لم لسانك الزفر وتهوى من هنا احسن لك. بالذمه مش مكسوفه تبيع نفسك لراجل قد ابوكي؟ مستني ايه؟ مش الست قالت لك تمشي؟ مين اللي هالفوت ده الاخر؟ حب جديد؟ يا خراب بيتك يا مظهر، حسب على الموبيليا ده شقه عمري. الله ايه النخبطه دي؟ الله 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 الله. انت بتعمل ايه هنا؟ يلا 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 على ايه بس اللي حدفنا في الحته المقطوعه دي؟ هنفضل طول عمرنا عايشين تحت رحمه البلطجيه؟ قول لنفسك، قلت لك لازمنا راجل شديد يشتغل عندنا ويحمينا، مش هين عليك تدفع اجرته. عندك حق يا روحي، انا لازم اجيب فتوه علشان يوقف معانا ويحوش عنا البلاوي دي. هي ما قلت قبل كده وصهيانت. انت مش مكسوف من نفسك واقف عريان كده؟ روح يا راجل البس روح. طيب حاضر، بس من غير زعل. انت متعور؟ حاجه بسيطه. طب اقعد اقعد لحظه واحده. حاسس بحرقان؟ لا، حاسس بزغزغه حلوه من لمسه ايديك. بطل بقى، انت اسمك ايه؟ رمزي. عيني عليك بارده شديد يا واد، يعجبني الراجل الجدع. ايه مالك؟ لا ولا حاجه. خلاص يا بطل، تعال معايا، تعال خد كاس.
كتر خيرك اللي اتخنقت اتعورت عشان تحميني. انا عملت الواجب. انا حزعل قوي لما تسيبنا وتمشي وما ترجعش، الا اذا كنت عايز تقعد معنا برضاك. اتفضل اشرب. متشكر. قلت ايه؟ لا ما افتكرش. ما تقولش كده، ما تجرب، يمكن العشرة تعجبك. جرب. خلاص يا مظهر، من هنا ورايح هنرتاح على الآخر. أنا اتفقت مع رمزي يفضل معانا على طول. صحيح يا رمزي، ده يوم المنى يا ابني. أهو نجرب، لو ارتحنا نفضل على طول. ربنا ما يحرمنيش منك يا حلالت العقد. قوليلي أنت اتفقتي معاه على المهية؟ ما تشيلش هم، رمزي عمره ما حيطمع فينا. يلا يا رمزي، عايزين ننزل اسطنبول نتسوق طلبات اللوكاندا. روح طلع العربية. أيوة بس الجراش مقفول. قول لي سليم يديك المفتاح. هات المفتاح. ها؟ ها؟ بتاع الجراش اللي فيه العربية. ها؟ أيوة هو ده. ها؟ ها؟ بالك كويس، الفرامل بتفوت، ابقى جربها قبل ما تطلع. يلا اطلع. حاضر. خش جوه. حاضر. بابا يا مظهر، ما تغيبيش عليا، انا بتلخم وحدي وعندنا شغل كتير النهارده. سليم، اذا فات الواد بتاع الخرده يبقى بيع له شويه اللي في الجراج، فاهم؟ يلا. لو سمحت ممكن اعرف انت اصلك ايه وفصلك ايه؟ كنت بشتغل جرسون في مركب، كنت مهاجر اجرب حظي. طب وايه اللي جابك النواحي دي؟ اهلي بعتولي عشان اتجوز. ونويت على الجواز؟ زوقت. باين عليك نمرة كبيرة. لقينا دي تحت كرسي العربية اللي عملت الحادثة يا فندم. مدهش. ده دليل اللي سرق المجوهرات والتلاتة اللي معاه عصابة واحدة. مظبوط. في ايه؟ البوليس عامل تفتيش، اما نشوف ايه الحكايه. خير ان شاء الله. صباح الخير يا مدام مظهر. بندور على عصابه سرقت مجوهرات من باخره كانت معديه من هنا. مين الجدع ده؟ ده الجرسون بتاعنا. باي باي. مع السلامة. احنا لينا حظ كبير اللي نفدنا من البوليس. حظيها مغفل، ضيعنا الكنز اللي كان في ايدينا. المعلم الكبير مش هينسانا الغلطة دي. اطمنوا، البوليس محاوط المنطقة كلها ومش هقدر يخرج منها ابدا مهما عمل. المهم نلاقيه قبل ما البوليس يمسكه. كل اتنين مننا يدوروا عليه في ناحية. لازم نبعت الشنطة لندن بسرعة. ما تنسوش انه المعلم الكبير مش سهل وسمعتنا في خطر.
مليون دولار، البلوس محاصر اللصوص. هات متشكر. الدواء ده المزر عشان رايح اعصابه، بيريحه ويريحني بالليل. النهار اهو بيعدي والليل هو اللي طول بقلق وعذاب وسهر. لكن ايه اللي رماكي على العجوز ده؟ انا اللي رميت نفسي عليه عشان ابقى ستة محترمة وعلى ذمة راجل مقتدر يعيشني في نعيم تعبت من الفقر. ما انت كنت تقدري تلاقي بختك مع شاب صغير. خسارة، انت حلوة وصغيرة واي شاب يتمناكي. الشباب عاوزين يتسلوا ياخدوا مزاجهم وخلاص، لكن ما يتجوزوش اللي من عينتي. عشان كنت بتشتغلي رقصة؟ من ميله بختي. الرقص مش عيب، لكن الشباب كلهم بيعيروني بيه، العواجيز بس هم اللي ما يعيروش. يعني مستنيه لما توريسي مظهر؟ امال يعني اتجوزته علشان سواد عيونه؟ ده عنده فلوس قوي وما حلتوش غير بنت واحده وفي مدرسه داخليه، لما يودع هي حتورث النص وانا النص. بيقولوا البخيل عمره طويل، انا خايف تضيعي شبابك. او الله، في صحتكم؟ نص مليون دولار حاجه تطير العقل. بلدنا بحالها ما تسويش المبلغ ده كله. وايه رايك ان الكنز ده مستخبي في بلدنا؟ مش معقول تتكلم جد؟ ده مش معقول. عندي خبر بكده، البوليس قلب الدنيا وبيفتش كل شبر في الارض. مفيش عدل في الدنيا يا اخوانا، شويه بلطجيه يلعبوا لعبه يخبطوا فيها ملايين، والناس زي حالاتي مش لاقيين القوت الضروري. اشرب يا سيدي حظوظ. صباح الخير يا سيد مظهر. صباح الخير يا عمده. اهلا وسهلا حضره الضابط، اتفضل خد لك كاس معانا. والله معلش متشكر جدا، اصلنا بندور على اربع حراميه. احنا ما عندناش الا زباين محترمين. معلش تسمح تفتح لي الجراج من فضلك؟ اشتبهت في حد بأبلغنا. طبعا يا بيه. متشكر، مع السلامة. مع السلامة. شوف شغلك يا سليم. البوليس بيعمل ايه هنا؟ انت بينك وبين البوليس حاجة؟ ابدا، العيلة كلمتها مسموعة، يمكن بلغوا البوليس يدور علي. عشان هربت من العروسة ما تخافش اتكل عليا. يلا شيل الحاجات دي ودخلها جوه. اتفضل. ها 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 خد ده فين؟ ها 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 متشكر. إزازة دواء كبيرة عشان صحتك، واسطوانة كبيرة عشان مزاجك، وخاتم صغنن عشاني أنا. ربنا يخليك ليا. تمنه غالي؟ في حاجة تغلى على سلمى؟ طيب خليه يشيل، بس يدفع 100 ليره قبل ما يحمل. ها
خد الفضه اللي عندي انما تدفع سعر كويس. لا تلحق ادينا فلوس. طب تعالى شوفها تاني. تعالى انا هخلصك من الكراكيب دي ونظف لك الجراج. كل دول 100 ليره لا فوقهم ولا تحتهم. 100 ليره في الخضه الهلكانه دي؟ دي لسه بخير هتعيش 100 سنه. افرش الترابيزات بسرعه لحسن تاخرنا، عندنا فرح الليله. يلا اوام. حاضر. سلم النهارده فرح ابن جدل ترقص فيه. يلا تعالي تعالي. يلا Thank you.
حسنة هاتي الرز من التنفسة وعملين اتنين عكا. اصحى اصحى يا مدهول عشان تطلع تتخمد. قوم رمزي ايدك معايا نشيل الشوال ده. الله واخديني على فين؟ ايه انت حضرتك مين؟ انا رمزي وانا كمان مبسوط شويه. شايف المقطف اللي ربنا حكم عليا بيه؟ يا ربي تاخده وتريحني من دقك لباب السماء. انا مش هنزل معاكو ابدا فاهمين. انت عايزين مني ايه بس؟ ما تسيبوني بقى. الله انتوا بتعملوا ايه من ورا ظهري؟ انا صحي قوي مش عايز حد يسندني. انا جدع انا من ضيع في الاوهام. عمره علي يا ايد انا جامد. ايه انا ثابت كما الجبل. انا الراجل. هبيوم هبابيوم ما اتجوزتك يا خمرجي يا بتاع الكباية. اتخمد مين اللي جاب الراجل ده هنا؟ راجل ده رمزي يا مسطول. مسطول معرفوش. روح يا راجل عبيد. كافي. يا كلي انا ده حيريحك. احسن دواء للروماتيزم حضنك الدافي. انت الطبيب وانا العليل. تعالي دفيني خففيني. استنى لما اقلع هدومي. Thank you.
يا سابع انا جنبك اهو. ساعة ما جيت يا رمزي مليت عليا دنيتي، اوعى تسيبني اوعى. ملناش قعد هنا، هيجي يوم الراجل يكشفنا. هنروح فين؟ نهرب؟ هنعيش ازاي؟ ما حيلتناش حاجة. ما تقدريش تاخدي قرشين من مظهر مادام غني ومبسوط. كل قرش بحطه في البنك أول بأول، مش هطول منه ولا مليم إلا بعد عمرا طويل. قرش بقى لو نقصه في عمره. لا انا ما احبش اقتل. طب والعمل؟ ما احنا من غير قرش ما بنسواش قرش. لازم ندبر حالنا. اي ايه ده؟ حاطط ايه تحت المرتبه؟ لا ولا حاجه، تلاقيها سوسته مكسوره. اوعى تكوني صدقتي اني صايع ومفلس، ده انا متريش قوي. قول كلام غير ده، ومخبي الكنز بتاعك تحت المرتبه؟ الكنز بتاعي في قلبي، ما تخافيش انا هتصرف. ازاي؟ طمني. بعدين نتكلم في الموضوع ده، الوقت غالي والليل قصير وعاوزين نتمتع بكل دقيقه. ما تخافيش يا حبة عيني، أنا جوزك، أنا حبيب قلبي. وانت يا راجل خبيتني. يعني صاحي بدري يا جميل المحية؟ خفت لا يكون حد تاني، أنت ناسي إنه معانا راجل في البيت؟ من هنا ورايح تقفلي على نفسك بالمفتاح، لو حد شاف حتة من جسمك ده أنا عقلي يشهد. اسم الله على عقلك. قوليلي إن شاء الله تكوني خدت راحتك الليلة. على الآخر بقالي مدة ما خدتش راحتي زي الليلة اللي فاتت يا حبيبي. يا روح القلب. الله، هو ده وقته يا راجل؟ كش عيب، عندنا شغل قوي النهاردة. الله، لا لا يا مظهر، لا لا، ده انت صواميل عقلك نعمت خلاص. بقولك نزلني. الله، هو ايه ده يا راجل؟ عيب عيب، نزلني نزلني نزلني. الله الله يا راجل. الله. بقولك نزلني. نزلك فين؟ Thank you.
حد يجيب لنا شاي؟ خينا اللي فوق هات لنا اتنين شاي وحاجه كده ناكلها. عايز ايه؟ هو ده وقته؟ طيب طيب. رمزي اهلا يا محاسن الصدف. مين الجدع ده؟ متهيألي اني شفته قبل كده. ده اللي منفتش عليه. طلبات السياده الشنطه الصغيره اللي خدتها معاك وانت بتهرب. مش مرجله انك تستغفلنا يا ابو رمز، ده هيكلفك غالي. فين الشنطه؟ تفضلوا تهو. هات الشنطه يلا. هنتقابل قريب. واحد كازوزة باردة من فضلك. حاضر يا فندم. اسمك ايه؟ رمزي يا فندم. جديد هنا مش كده؟ مش فاكر اني شفتك قبل كده. ده رمزي الجرسون الجديد بتاعنا، انا ضمناه. ايه الحكايه يا فندم؟ انا شايفه انه البوليس شادد حيله اليومين دول. بنبحث عن كنز اتسرق، ضروري سمعتوا عنه. قرينا عنه، بيقولوا انه الجواهر دي غاليه جدا. اوه اهلا وسهلا بحضره الضابط. عايز تنزل البلد يا سليم علشان تشوف ابنك؟ طيب طيب مع السلامة. انزل اعمل معروف في سكتك، ابقى فوت على الميكانيكي وقول له يجي يصلح فرامل العربية. ها اوعى تنسى. يلا مع السلامة. اطمن يا حضرة الضابط، أي حد غريب نشتبه فيه هنبلغ البوليس طبعا. السلام عليكم. مع ألف سلامة. الله يسلمك. أنت دخلتي أوضة الصبح؟ أيوة سويت السرير. شلت الشنطة فين؟ شنطتي إيه؟ هتستعبطي؟ شنطة المجوهرات اللي بيدور عليها البوليس، ما أنت عارفة إنها كانت تحت المرتبة، وقلتي لي عليها بالليل. قول كده. تبقى انت اللي سرقتها يا حرامي. هو انا اللي نيتي سليمة، وعمري ما ظنيت فيك انك حرامي. سلمى الجواهر دي بتاعتنا احنا الاتنين، انا كنت حديكي نصيبك. مش مصدقاني؟ طب شيليها عندك لغاية ما نهرب سوا ونبتدي حياة جديدة في حتة بعيدة. قوليلي بقى مخبياها فين؟ قد كده انت مخوني انا اسرقك؟ صحيح انك واطي وقليل الاصل عشان تتهمني التهمة دي. انت تبيعي نفسك عشان قرش؟ اصلك مغفل. انا لو احتكم على الجواهر دي كنت ابلغ البوليس واخلص منك بدل ما داري عليك في كل مره. امال مين اللي خدها؟ مفيش هنا غير انا وانت ومظهر وسليم. ايوه سليم.
طمن البقرة الشهر اللي جاي هتولد إن شاء الله. فين سليم؟ نزل اسطنبول، في حاجة مهمة؟ لا مفيش. يا حلاوة العصفور اللي وقع، ولقيته فين بقى يا حلو؟ قولي. مستخبي في ريست هاوس، يبعد 50 كيلو من هنا. لازم نلحقه قبل ما يهرب. ومستنيين ايه؟ يلا بينا. الخراتيم هالكنة هتتكلف 200 ليرة، ده زي ما طقم جديد. 200 ليرة؟ اه. يا راجل يا ضلالي، عايز تشفط دمي؟ انا هديك 20. خليهم لك، دول ما جيش مصنعيتي. ايه الفرامل دي ما اشتغلتش الا سنتين وهتشتغل كمان 10 سنين. روح مع السلامة. انت كنت فين الله يخرب بيتك والبيت اللي جنب بيتك؟ فين الشنطة اللي كانت جنب السرير؟ بيتهيألي أخينا ما قدرش يفتحها لأنه البضاعة ما اتلمستش. نفتحها علشان نطمن؟ لا، إن فتحناها المعلم هيشك. نبعتها زي ما هي على لندن للمعلم الكبير. يا حبيب قلبي يا رمزي، أنت متضايق عشان ضاعت الشنطة؟ كل كنوز الدنيا في ده، كله هيتعوض. أنا بحبك يا رمزي ومش عايزك تيأس أبدا يا حبيبي. لو اتقفل في وشك باب لازم تخبط على باب تاني، مين عارف؟ انت عارف انه مظهر راجل كبير وحيجي يوم ورث كل فلوسه، لكن انا بحبك ومش عايز استنى اليوم ده لما يجي، فاهم؟ ما اقدرش اعيش من غيرك. انا ماشي بكره. جبان، بعد ما قلبت كياني ولعبت بعواطفي تسيبني؟ مش ممكن، مش حسيبك حتى لو مت. رمزي حبيبي، حبني، احضني. احنا لو قدرنا نخلص من مظهر هنلاقي السعادة والثروة والهنا يا رمزي. عايزك تصبر شوية، انا فكرت بكل حاجة. بكرة هتشوف، محدش هيقدر يفرقنا عن بعض ابدا بعد كده ابدا. سلمى، سلمى،
سلمى سلمى انت بتعملي ايه؟ مش هتيجي تدعكي لي ظهري؟ ها؟ تعالي بطل دلع والبس هدومك عشان تنزل بنك تودي الفلوس. ماليش نفس انزل، جنابي بتوجعني. ان كنت عايز انزلي انت ولا ابعتي رمزي؟ اوف سيب رمزي في حاله، هو تعبان وسخن من امبارح. تعبان؟ اوه نبقى نجيب له الدكتور البيطري. الو نجله ازيك يا حبيبتي؟ كويسه؟ الحمد لله. حاضر اهو بابا كلميه. الو ازيك يا روح قلبي؟ ابعتيلي بوسه يا قطتي، انت وحشاني موت. ايه نزلك حالا. مع السلامه. في بالمدرسه مرض معدي، قالوا للبنات يروحوا بيوتهم. تيجي معايا نجيب نجله؟ ومين هيطبخ ومشي الشغل؟ النهارده زحمه قوي. عندك حق حبيبتي، اروح انا لوحدي. صباح الخير يا حبيبي، انا عايزاك كده على طول زي الملوك تفطر في السرير. صباح النور. استنى انا لازم اوكلك بايديا لقمه عسل معبوسه زي شهر العسل يا حبيبي. مش وقته، انا عايز اشوف مظهر. مظهر راح البلد، عايز منه ايه؟ القرشين اللي فاضلين لي من المهيه. انا ماشي. انت مجنون؟ لو ربنا جبر بخاطرنا ونجحنا هنقبض بالالافات. بتقولي ايه؟ ايوه يا حبيبي هنبقى اغنية. انا بعت مظهر مشوار ومش هيرجع منه، هفضل انا وانت. لازم انقذه. خلاص الوقت متاخر. يا بنات اسكندرية عشقكم حرام. اصلي مستني حاله ولاده، مش عارف اتاخرت ليه، مش قادر افهم ليه الناس ما بيحترموش الطبيب البيطري. انا مش شايف اي فرق بين العلاج اللي بين البنادمين والبهايم. الو مين؟ غلط. طالبين الفرن. قال دكتور. ايه اللي صابك؟ ما تنطق. البقره بتولد يا دكتور، الحقني يا دكتور بسرعه. السلام عليكم. الانتظار بوظ اعصابي، لو كل حاجه مشيت كويس هنقبض ربع مليون ليره، والربع التاني هتاخده بنته. لو ربنا يكرمنا ويحصل حادث وهم راجعين ناخد النص مليون، نصيبي ونصيب البنت. اسكتي بقى، اعملي معروف. الو مين؟ المستشفى؟ يا خرابي جوزي يا مصيبتي، أمانة عليك تطمني يا دكتور، هو في خطر؟ وحياتك طمني. طب أنا جاي حالا. حصل يا بطل، يلا بينا على المستشفى. يلا يا دكتور، في امل. ربنا كبير. اتفضل معايا يا حضرتك. يا حبيبتي يا نجله ربنا بيستمحنا يا حبيبتي. بابا ازيه؟ مش هيموت، لازم يخف علشان لو مات مش هيبقى لي عدي في الدنيا. ما تقوليش كده يا نجله، انا هكون لك اب وام يا حبيبتي وصدر حنون، ما تعيطيش. صباح الخير. ايه معلوماتك عن حادثة مظهر بيه؟
كنت عارف انه حيجرى له كل ده. الفرامل بتفوت بقالها كم يوم، ياما تحيلت عليه يصلحها وهو ولا على باله، كان يسمع من هنا ويفوت من هنا. كان بيصهين ولا مساله فلوس؟ ما كانش هاين عليه يا سيدي. ايوه انا اقول الحق ولو على رقبتي، طول عمره قرصان على الفلوس. عايزه تقولي بخيل يعني؟ لكن بنيه سليمه وقلب طاهر، كان يستخسر في نفسه كل حاجه وحط القرش على القرش عشان يزود لنا الميراث انا ونجله، مش كده؟ مظبوط كده يا حضره الضابط. تقدروا تشوفوا المريض دلوقتي؟ اتفضلوا. اهي دي اللي اتسببت في اللي حصل. نجله بنتي، كنت مستعجل قوي علشان اجيبها من المدرسه. بابا بابا يا حبيبي. يا بابا سلامتك يا بابا. شايفه يا سلمى، ربك رب قلوب. سامحيني يا حبيبتي، انا تسببت لك بالزعل والنكد. ربنا هو اللي يعلم انا زعلت قد ايه. شوفي يا نجله، ادي ابن الحلال اللي ربنا بعته علشان ينجيني. انا دلوقتي مديون لك بحياتي يا رمزي. اتبرع بدمه لابوكي، لولا مرؤته كنت اتيتمتي. كتر الف خيرك يا رمزي اللي انقذت جوزي، اشكرك جدا. مش عايزين حد يزعج المريض من فضلكم. تفضلوا. رمزي، طول ما انا غايب انت راجل البيت بدالي، مراتي وبنتي وكل حيلتي امانة في رقبتك. مش عارفة اشكرك قد ايه علشان اديت دمك لبابا. انا عملت الواجب. تعالي يا نجلة وما تزوديهاش. ليه يا أبلة؟ أنا عملت حاجة غلط؟ رمزي مهما راح وجه برضو راجل غريب. أبدا يا أبلة، أبي رمزي مش غريب، ده بقى قريب علشان دمه بيجري في جسم بابا، مش تبقى قريبنا؟ صح ولا غلط؟ صح. عارفة يا أبلة، مش باين عليه أبدا إنه خدام، ده ابن ناس مش كده؟ مهما طلع ونزل اهو برضو خدام. اول ما شفته فرحت قوي. عارفه ليه؟ لا معرفش، اصله شبه مدرس طبيعه بتاعنا بالضبط. دايما المدرس ده بيديني نمر كبيره قوي، البنات اللي معايا يتغاظوا ويقعدوا يتكلموا علينا. عارفه بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا انه بيحبني. شفتي؟ يا الف نهار ابيض، لذيذ قوي. بس في عيب واحد، عارفه ايه؟ ايه؟ بينكسف كل ما بصله، يبربش بعينيه ويبص في الارض. تصوري. هحكي لك حكايه ظريفه قوي حصلت لي معاه. دي تحكيها لي في السرير، يلا ننام. ابي رمزي، كل يوم حاجي افطر واتغدى واتعشى في المطعم بتاعك. تصبح على خير. وانت من اهله يا مدموزيل نجله. تسمعي على خير بقى. مش لما تسمعي حكايه المدرس الطبيعه بتاعنا اللي بينكسف. مره طلعنا رحله في اوارب في البحر، البنات اللي معايا قعدوا يهزقوا ويتشاؤوا مع ان النظره كانت معانا. تصوري. وبعدين راح القارب مقلوب بينا وقعدنا نصرخ ونعيط والنظره تصوت علشان الأستاذ يطلعها هي الأول. عارفة عمل إيه؟ لا يا حبيبتي معرفش. ولا سأل في النظرة، طلعني أنا الأول. شفت بقى؟ وعلى فكرة الحتة اللي وقعنا فيها ما كانتش غويطة، لكن أنا عملت خايفة وفضلت متشعبطة في رقبته وهو كمان فضل شايلني. عاجبك كده؟ حلوة ولا ملتوتة؟ ها؟ تصبح على خير. وانت من اهل.
بابا عمل المرجحة دي مع انه ما بيعملش حاجة ابدا لنفسه، بقاله 100 سنة ما عملش لنفسه بدلة جديدة، لكن انا اول ما اطلب منه اي حاجة جيبها لي على طول. باباك راجل طيب وقلبه كبير. هو باباك لسه عايش يا ابي رمزي؟ عايش، لكن بالنسبة لي مش موجود. ازاي كده؟ ها؟ والدي راجل طيب زي باباكي، ما كانش بيرفض لي اي طلب. في يوم حرمني من حاجة بحبها لأول مرة في حياته، ومن يومها حصل فراق بيني وبينه لغاية النهاردة. هو باباك كان غلطان؟ لا، كان عنده حق، كان عاوز يمنعني عن بعض أصحابي اللي أخلاقهم وحشة، لكن أنا كنت بعزهم قوي لدرجة أني سبت البيت وسبت والدي علشانه. لكن مش هتسيبنا احنا، ها؟ علشان بابا بيحبك قوي، وكلنا كلنا منحبك كمان. شفت بقى مالك؟ حصل ايه؟ يظهر اشياء دخلت في عيني. افتح عينك كمان كمان. عينيك حلوة قوي يا ابي رمزي. مش احلى من عينيكي. انت لسه ما جاوبتش على سؤالي، مش هتسيبنا؟ ايوه ولا لا؟ ما بحبش حد يقول لي لا. ها؟ نجلة نجلة أبلة، أبي رمزي وعدني انه هيقعد معانا على طول. طب روحي غيري الهدوم دي عشان هتزوري باباكي في المستشفى، وأبي رمزي هيوصلنا مش كده؟ تروحي لوحدك، عندنا شغل كتير هنا وما اقدرش اشتغل من غير خدام. دي غلطتي انا، الفرامل كانت تلفانه وانا ما صلحتهاش. ما تفتكرش ان في حد له مصلحه يتخلص منك؟ ابدا ولله الحمد، كل اللي حواليا بحبهم وبيحبوني قوي. والشاب الجديد اللي بيشتغل عندكم رمزي ده اقرب واحد على قلبي، ده انا مأمنه على بيتي واهل بيتي، وكمان اتبرع بدمه عشان ينقذ حياه بابا. جالك كلامي؟ انا قلبي ما يكذبش عليا ابدا. طيب انا اسف اذا كنت ازعجتك، شد حيلك. متشكر قوي، مع السلامه. الله يسلمك. احكي لي بقى يا قطتي عن احوال البيت. كله ماشي مظبوط زي الساعه. رمزي قايم بالواجب واكتر من الواجب كمان يا بابا. يا سلام، ده احنا حظنا بومب علشان رمزي معانا، راجل جد وشغال ومخلص، الاخلاص باين في عينيه يا بابا. تصور انت خدت بالك من عينيه كمان؟ خدت بالي قوي علشان طلعت له قشايه من عينه. المهم عندي انه قابلتك سلمى تكون مبسوطه من شغله. مش باين يا بابا، دي بتعامله معامله وحشه قوي. بصي هتكون لطيفه معايا يا بابا علشان خاطرها. حاضر، من عينيا حوصيها علشان تتبسطي يا قطه. حلوه قوي دي. انت اللي توصيني على رمزي؟ تحب اطبطب عليه ولا اخده بالحضن؟ لا مش لحد كده، ما ادعك له ظهره كمان. ما تزوديهاش قوي يا سلمى، انا بس عاوزك ما تقسيش عليه، الراجل له افضال علينا. هو انا دست له على ديل؟ انا بس خليته يلزم حد عشان يوجبني. الناس ما قامت يا مظهر، بنتك يا اخويا هي اللي قلبها كيان الدنيا، مستلطفه مع سي رمزي على الاخر، يا خوفي للناس تلسن عليها. كلام ايه ده؟ نجله لسه عيله صغيره. لا يا اخويا ما بقتش عيله، بكره لما تبقى تيجي البيت وتشوف بعينك عاوزك تتصرف. أبي رمزي هقول لك كلمة سر. قول. امبارح بالليل حلمت بيك. مش كنت تحلمي بحاجة كويسة؟ ده كان حلمي لذيذ قوي، وياي مكسوفة احكي لك. مكسوفة مني؟ لا احكي لي كل حاجة. حلمت ان احنا الاتنين اتجوزنا بعض، تصور، ونايمين جنب بعض في سرير طويل عريض. عارف ليه؟ ليه؟ كانت ليلة الفرح يا منجي. حاجة لطيفة خالص، كنا بنعمل ايه؟ يا سلام، عملنا حاجات عجيبة، كنا بين السماء والأرض
والسرير عامل زي بساط الريح وطير بينا، وانت ماسك في ايدي وانا ماسكة في ايدك، شفت بقى؟ بس كده؟ لا ازاي، لسه انت كنت بتقولي الشعر دمه خفيف وانا كنت بغني الشعر اللي بتقوله، تصور. وبعدين فضلنا على كده لغاية الفجر، كانت ليلة جميلة من ليالي العمر. انت مدهشة. انا؟ ليه؟ عشان ما بتشوفيش من الدنيا الا صورتها الجميلة. كان حلمي جميل لكن مش ممكن يتحقق الا بعد سنتين، عشان مش هقدر اتجوز الا لما اتخرج. بابا جه، بابا جه. يا بابا كنت وحشني قوي. اهلا يا حبيبتي. البيت ده متيل من غير بابا. عندي حاجات كتيرة قوي عاوز احكيها لك. طيب ازاي صحتك دلوقتي؟ الله يسلمك يا بابا. وحشني قوي يا اولاد وحشني. سابع يوم من غيابك، السبت 23. صحينا 6:30 صباحا. ابي رمزي كان بيكسر خشب وانا كنت بجمع الخضار. الساعة 7 ابي رمزي فرش الترابيزات وحضر الشاي. 7:30 قبل سلمى دخلت الحمام. 8:30 قبل سلمى خرجت من الحمام. في الوقت ده كان ابي رمزي بيقدم طلبات ل21 زبون. صافي الايراد 137 ليرة. ابي رمزي. كفاية يا نجلة، ابوكي تعبان، قومي نامي. يلا يا حبيبتي. تصبحوا على خير بقى. وانتي من اهل الخير يا بنتي. وحشني موت يا جميل المحية. لا لا، الدكتور قال ايه؟ لا يا ستي انت مالك، الدكتور ربنا. الله، بوسه بس، بوسه وحياتك. يا راجل اعقل، انت لسه مكسر وصحتك مش كويسه، بعدين بقت شقه ودلوقتي نام لاذبح لك جوزين حمام. ولازمته ايه بس الحمام؟ مجموعة الأشعار اللي بحبها، أتمنى لك أحلام سعيدة. رمزي، رمزي افتح يا رمزي. صباح الخير يا مدام. بقى كده حضرتك تقفل الباب في وشي. انت نسيت ان جوزك رجع ومش ممكن يستمر الحال زي الاول؟ انا نفسي مش عايزه كده، ولازم نشوف لنا حل في الوضع. انا ما اقدرش على الحاله دي، احب راجل واتجوز راجل تاني. وهتعملي ايه؟ ده جوزك الشرعي. دلوقتي بقى جوزي الشرعي وما فكرتنيش بالحكايه دي من الاول ليه؟ من يوم الحادثه اتغيرت فيا حاجات كتير قوي، اصبحت احس ان اسأت للراجل اللي استأمني وعاملني زي ابنه.
يا سلام على الشعور المرهف. يكونوش الدكاترة بدل ما ينقلوا دمك لمظهر غلطوا ونقلوا لك دم مظهر اللي سبب لك الحساسية دي كلها. أنا مستعد أعترف له بكل شيء عشان أريح ضميري. مش هيصدقك عشان بيحبني ومش عايز يخسرني وحيطردك من هنا زي الكلب. يبقى ماليش قعد هنا، أنا ماشي ولوحدي. مش هتقدر تخطي خطوة واحدة من هنا من غيري يا جدع. انت لاسي انه البوليس لسه بيدور على حرامي المجوهرات يا حبيبي. انت هنا تحت رحمتي وعلى مزاجي، يا اما سيدي وتاج راسي يا اما خدامي، اختار لك خيرة يا حبيبي. كفاية الخدام، روحه بقت في مناخيره. الخدام سايبلك البيت وماشي. واطي مالك يا رمزي؟ ايه الخناقة دي؟ اسأل المدام ان كانت عايزة تقولك. ليه يا سلمى بتجرحي شعور رمزي؟ حقك عليا يا ابني، ما تسيبناش، دي سلمى بتعزك قوي صدقني، هي لسانها طويل شوية لكن عشرية. رايح اسطنبول؟ ايوه اتفضل اطلع. ابي رمزي رايح فين؟ انا ماشي يا نجلة. يعني كنت بتضحك عليا؟ مش وعدتني انك مش هتسيبني ابدا؟ ها يعني الحق عليا، انا اللي صدقت وصدقت انك مخلص وقلت لنفسي خلاص لقيت فارس احلام. هتطلع ولا نمشي؟ كنت فاكر انك هتهزني مش كده يا اخي ولا شنبك. كنت عارفة انك هترجع تاني. ايه اللي رجعك، الخوف ولا الحب؟ صدقيني مش الخوف اللي رجعني، يعني الحب. مش كده يا رمزي؟ طمنتني. خلاص يا حبيبي مش هنستغنى عن بعض ابدا. جرسون هاتلينا ازازة عرق اظان للباش مهندس. حاضر. ازازة عرق للباش مهندس. حاضر. إزازة عرق قزان للباش مهندس. بعد الحادثة دي تخلي بالك من صحتك، تشتغل قليل وما تشربش كتير. أنا نويت خلاص أطلع على المعاش، البركة في الشباب يقعدوا مطرح العواجيز. ولا إيه رأيك يا ابني يا رمزي؟ ما تجيبوا لنا إزازة نبيت تانية حلاوة السلامة. حاضر. إزازة نبيت تانية للدكتور. حاضر. إزازة نبيد للدكتور. إيه رأيك نبني دور فوق؟ يبقى تبذير بدون داعي، إحنا بيتنا مكفينا وزيادة. أنا عايز أريح الأولاد وأبني لهم شقة مخصوص. أنت ناوي تجوز نجلة ولا إيه؟ أيوه عايز أفرح بيها. وهتجوزها لمين؟ لرمزي طبعاً. ودي حاجة تغيب عنك، أنا عايز أبطل شغل وما يبقاش ورايا الا انت يا روحي بس. انت يا راجل بتخطرف، ازاي توطي راسك وتجوز بنتك لخدامك؟ ايه ادي اللي مالكيش حق فيها. رمزي سيبني. قولي هو خطب منك البنت؟ من غير ما يخطب، انا راجل كل نظر والاتنين لايقين لبعض. من ساعه ما سابنا شاورت له بصباعها رجع على طول. خيبتك مش على حد يا مظهر، ترمي بنتك وحالك ومالك لواد جاي من الشارع محدش يعرف له اصل ولا فصل. رمزي جدع وابني حلال. كلمة ورد غطاها يا مظهر. الجواز ده مش ممكن يتم طول ما انا على ذمتك. انا بدور على صالح البنت، ان كنت عايز تبيعها برخص التراب انا اللي حقف بوشك. شايف عملت فيا ايه؟ وهتنغش بالناس يا ابو قلب طيب. شوف شوف قلبي حينط من مطرحه. طمني بالك يا حبيبتي، نجلة لسه عيلة صغيرة
ولما تبقى على وش جواز يبقى يحلها ربنا. هاتي بوسه بقى. وبعد ما نطيت في البحر ومسكوك الحرامية حصل ايه؟ كسرنا الحاجز بتاع البوليس بالعربية وجرينا. يا سلام. وبعدين البوليس جري ورانا، نطيت من العربية بالشنطة وجيت على هنا. طب وفين المجوهرات؟ وريها لي فرحني. ضاعت، اخدوها مني. الله، حدوتة لذيذة بشكل. انا بكلمك جد. وانا مش مصدقك، وعارفة انك بتقلي في الحكاية دي علشان ما حبكش. بس على فكرة انت مش بتعرف تكذب، اصلك شريف. نجلة، انت ليه مش عايزة تصدقيني؟ احلفلك بيه ان لص ومغامر وجيمس بوند كمان، لكن عجبني. تصبح على خير يا حرامي. احكي لك على فصورة. في يوم من ذات الايام عرفت شاب حليوة كان موعود بكنز على الارض، لكن يا خسارة كان طماع، شاب للسما ونزل على جدور رقبته. عرفت يبقى مين؟ قصدك ايه؟ قصدي انكشف ملعوبك يا استاذ، عايز تتجوز نجلة وتلها في الورثة كلها وتسيبني ببعدك. نجلة فين وانا فين؟ فرق السما من الارض. يا غشاش يا ضلالي، تحب اقول لمظهر جوزي انه حيجوز نجلة بنته الشيخ منصر؟ اخرسي، لو جبت سيرة نجلة على لسانك هقطعه، فاهمة؟ نجلة فيها ايه المفعوصة دي؟ فيها ايه احسن مني يا رمزي؟ يعني ما قلت ليش؟ سكت ليه؟ غطي نفسك وخرجي بقى. مش حطول نجلة طول ما انا على وش الدنيا، فاهم بقول ايه؟ وحترجع لي زاحف على ايديك ورجليك. انت اتولدت مغامر يا رمزي، وحتعيش مغامر. احنا الاثنين من دينا واحدة، كل واحد منا بيكمل التاني. احنا ملناش غير بعض يا رمزي. انت ما بتحبيش الا نفسك والفلوس. ما تقدرش تتصور قد ايه ممكن اعمل في سبيل حبي. ان كنت خايف تساعدني عشان اخلص من مظهر، انا هتصرف لوحدي. يرضيك ده يا حبيبي. غطي نفسك. امشي خروجي، ربنا يسامحك. لما يبقى عندي فلوس هتجري ورايا زي الكلب. ظهري يا روح قلبي. سلمى، انا مش شايف حاجه يا سلمى، انا مش شايف حاجه.
ممكن توصلني نقطة البوليس؟ أيوة أطلع. قوم اصحى. لسه بدري. طب أنا حنزل، شوف بقى من اللي حيدعك لك ظهرك. صحيح والنبي، أنا صحيت أهو، يا صباح اللبن، يا صباح القشطة، أدي الصباح ولا بلاش. سيب المية على بال ما انزل أسخن الشاي وأرجع حالا. ما قلت ليش رايح النقطة ليه؟ رايح أبلغ عن جريمة. ومين المجرم؟ أنا. واه. عاوزين مني ايه تاني؟ عاوزينك انت بتضحك علينا؟ لما فتحوا الشنطة في لندن طلعت فاضية. معلمنا ما بيضحكش عليه. سلمى يا سلمى. حاضر جاية لك اهو يا حبيبي. صوابعك حرير بيرجعولي شوابي يا حياتي. انا تحت امرك. سلمى انت رحتي فين يا سلمى؟ انت بتهزري معايا سلمى؟ الله سلمى سليم. وادي سر المجوهرات المسروقة. الجواهرجي كان بعيد النظر ومكار، خم الحرامية وجر رجلهم على المركب ورا شنطة فاضية وحط المجوهرات في علبة شوكولاتة وبعتها بالطيارة مع سكرتيرته في أمان. على كل حال أنا سعيد بالنهاية دي. أنا ظروفي كانت وحشة قوي وحظي كان أوحش. أنت لسه صغير وتقدر تبتدي من جديد. أبتدي تاني إمتى؟ بعد ما أخد جزائي هكون ضيعت أهم حاجة في حياتي، الحب الكبير اللي طهر قلبي وصحى ضميري وعمل مني إنسان جديد. الحب الصادق يعيش إلى الأبد. وتفتكر أنا لازم أصبر قد إيه؟ بالنسبة لظروفك يمكن سنتين ويمكن أقل. طيب أنا جاي حالا، ما تلمسوش حاجة. يلا بينا. يا ريتني بدلها، انا عجزت وشبعت من الدنيا.
لكن هي كانت شباب وجمال وقلب زي البفتة البيضة. في آخر لحظة من حياتها بتدور على راحتي. البيا في حياتك، شد حيلك. شايف يا رمزي كانت مالية علينا بيتنا، راحت خلاص. سامحها يا ابني، سامحها لو كانت قسيت عليك، كان قلبها أبيض وكانت بتعزك أوي، صدقني يا رمزي. ربنا يسامحها ويغفر لها ويرحمها. ليه يا ابني؟ ده احنا بنحبك ومحتاجين لوجودك معانا. ده بابا كان عاوز يبني لنا شقة فوق عشان احنا الاتنين، شفت بقى؟ انا هسيبكم غصب عني، اصلي مرتبط بعقد عمل لمدة سنتين ولازم انفذه. وبعد ما تخلص شغلك هترجع لنا مش كده؟ ان ما كانش عندك مانع، بعد سنتين تكوني خلصتي المدرسة وانا اكون وفيت الدين اللي علي. لاحظتش اي حاجة على الحادث يا ادري بيه؟ هيلاحظ ايه غير قدر ربنا يا حضرة العمدة؟ ده قضاء وقدر. فعلا قضاء وقدر. يلا بينا.